اتحضر للأخضر شعار بطولة المجتمع المدني لكرة القدم الرمضانية في نسختها الثالثة التي تطلقها وزارة الشباب بالتعاون مع وزارات التضامن والبيئة والتعاون الدولي. شاركت عدد المجتمع المدني ضمن المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر التي تهدف لخلق روح المنافسة الرياضية بين مؤسسات المجتمع المدني وشركاء تنمية العالم العربي، والذي تم إطلاقها خلال مؤتمر صحفي. هذه البطولة الرياضية اللي احنا فيها النهاردة مثل من الأمثلة اللي بتجمعنا كلنا عشان نلتقي ونتصادق ونتواد. هي الرياضة شيء عظيم، بس حتى مش الرياضة، كلنا بنلتقي خلال الشهر عديد من المرات عشان نقدر ان احنا نتناقش في قضايا المجتمع المدني ونحلها. دورة رمضانية فيها ابراز للعمل التطوعي، خاصة احنا بنركز على جهود المتطوعين في مؤسسات المجتمع الاهلي المصري اللي بيسخر باكثر من مليون متطوع من الشباب والشابات المصريات اللي حريصين على خدمة بلدهم. بطولة المجتمع المدني الرمضانية لكرة القدم يشارك فيها أكثر من 32 فريقا، والتي تنظمها مؤسسة سفراء للعمل التطوعي المستدامة، وستشهد العديد من المبادرات الرئاسية التي تقام على هامش البطولة بهدف نشر الوعي المجتمعي بين الشباب. البطولة السنة دي شعارها هو شراكة واستدامة، بهدف تعزيز الشراكات والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأمم المتحدة وكافة الجهات المشاركة وصولا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأيضا رؤية مصر 2030. يمكن المميز في البطولة النسخة دي اللي احنا على هامش البطولة في عدد من الأنشطة والفعاليات الخاصة بالتوعية الصحية والتوعية بقضايا البيئة من خلال مشاركة عدد من المؤسسات اللي هتقدم هذه التوعية خلال 10 أيام فعاليات البطولة. نأمل من خلال هذه المشاركة وهذه الفعالية وجودنا الذي سوف يتوسع وننقل هذه التجربة لكثير جدا من الدول العربية في هذه المجال. زي ما البيئة مديانة، زي ما احنا لينا دور للبيئة، والدور ده هو لازم يتحط عليه سبوت، لان احنا رايحين في الزون الخطر، فلازم كل الدول العالمية تتكاتف علشان نساعد اللي احنا نحافظ على صحتنا. اتحضر للأخضر شعار بطولة المجتمع المدني الرمضانية التي تدعو الى المشاركة لإطفاء روح المنافسة الرياضية بين الشباب والتحول الأخضر كأحد متطلبات التنمية المستدامة لتوفير حياة صحية آمنة للمواطنين. محمد حلمي، أني للأخبار.